المدير الجهوي للاستثمار باش يعطينا ويوضح لنا اكثر زعما انا المهم هذا مقترح التاجيل ديالو وشكرا ربما نبداو التدريبات الفاتحه منذ حضورنا لهذا المجلس من ضروره هيكله تاع الكره المجلس كله جميع تدخلات منها في الاستثمار تتحقق بسبب الاشكاليه العقد الترابي الجاذبيه وكيفيه تصويت الجهه وحنا اشتغلنا على هذه الاتفاقيه من ضمن الجهه والاستثمار وجبنا 63% من المبلغ الاجمالي في الاتفاقيه عندنا 10 مليون درهم من عند وزاره الداخليه 10 مليون درهم من عند وزاره التجاره والصناعه 6 مليون درهم من عند الضابط وطلبوا من المجلس يساهم معنا 15 مليون درهم بما هو اختصاصات اهدافيه مخصوص الترابي قانون تنظيم الجهات يعطي صلاحيه للمجلس جهه الشرق قانون 17/18 يعطي تنزيل العقد الترابي للمركز الجهه والاستثمار اذا انا كنشوف بان واحد الاتفاقيه نقدروا 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 نبسطوها لان انا كنقيم ولا كان شي حاجه اللي ما نفهمهاش غنشوف هذا هي اتفاقيه فيها مجموعه من النقاط الاولى هي بالورقه استراتيجيه للترويج الترابي وتعزيز الجاذبيه في الشرق ليس هناك خلط بين ما نود القيام به في اطار سوي الترابي وما جاء به البي دي ار والاصلاح باسكو البي دي ار والبي دي ار كيعطيو توجهات اللي كتهم الاقتصاد ديال الجهه الشرق لا فاصل ديال الجهه الشرق كجهه اتفاقيه باش تعاوننا نسوقوا ما جاء في البي دي ار يعني اذا كان واحد قال لي اسكتي وشي دراسه اللي باش يحيد فيها المحاور لان غير المحاور هما اللي يحيد فيهم المشكل هما الاتفاقيه مضمون ديال يعني الاتفاقيه بالعكس وسيدي الرئيس وسيدي الرئيس هذه الاتفاقيه هي اتفاقيه هي مجموعه من الاخطاء اللي لجنه الدراسات من بعد كانت كيفاش ما كانتش تسد المحاور كانت تقدر فيها كادر ومن بعد دير الدراسات ديالك وتجيب المحاور دونك دونك سيدي الرئيس سيدي الرئيس هذه الاتفاقيه تكون ريسبكت ما كانتش المشكل نبقاو في اطار الاتفاقيه نخليو المحاور اللي غنوصيو ليزابيل دو فورماسيون ديجيتاليزي تودون تأجيل هذه النقطة أو تأجيل
الاتفاقيه المتعلقه بهيكله الحرب الترابيه لجهه الشرق وتحسين الجاذبيه، لان انا ارى يمكن تعديل او يمكن لابد واناشد المجلس بان يصادق عليها بعد تعديلها ان كنتم ترون في ذلك. ويتقدم السيد المدير، انا ارى حاضر معنا، لما لا اتفاجئ كيف يتم. جاز مشاريع تزويد بالمحسن للشرق في اطار برنامج تقليص الفوارق المجاريه والاجتماعيه للعالم القروي لجهه الشرق في الفتره الممتده ما بين 2020 و2023. اعطي الكلمه للسيده رئيسه لجنه التجهيزات البيئيه لقراءه توصيات اللجنه. تفضل. بالنسبه للتعقيدات عندي سؤال يمكن توضيحه لان التعقيدات بنفس الاشكال هو اشهر من تكبير المرجع إبرام اتفاقية شراكة بين الطرفين تهم إنجاز برنامج
متعلق بتقليص الفوائد الاجتماعيه والمجاليه للجهه الشخصيه هذا الفائز. وقال الاتفاقيه كتخص سوتو البرامج او من برنامج تقليص الفوائد الاجتماعيه هذا الفائز ما كناش نلعبوا بهذا. فيتعلق الامر بزوج تقريبا واحد اكثر من 600 دوار في 42 جامعه للجهه الشخصيه بكلفه ماليه تقريبا 513 مليون ريال. فتم تنفيذ مشروع اتفاقيه بين المكتب والجهه في الانفاق وكنا بحسب تام وتعاون متفقين على بلاغ اتفاقيات سابقه كما تمت الموافقه على مشروع الانفاق ومصالح الاداره الفاسده. وهذه الاتفاقية ذو اتفاقيات يعني ممثلة في الصعيد الوطني نذكر منها جهة طنجة طنجة تطوان الفسيمة. فبالنسبة للسؤال السيد الرئيس بالنسبة للنفقات أو المساهمة في الجامعة فهذه اتفاقية الإطار نقدمها على المجلس وغادي نديروا اتفاقيات يعني سبيسيفيك مع كل جامعة جامعة والتجي سي اف يتبع البروتوكول اللي يديروا المكتب على الصعيد الوطني البروتوكول ما بين المكتب والتجي سي اف باش هو اللي يتكلف بالمساهمه الماليه ديال الجامعات. فاش كيتصنفنا هذا ما بقاش بكرا. بالنسبه للرسوم الجوار كما قال السيد الرئيس فعلا عندنا في المجال الحضري كاين ديك التقسيم ديالنا ولا الرسوم ديال الواجهه كتكون شكليه مرتفعه حتى 10,000 درهم تقريبا وكيداروا 6,000 ولكن هذا البرنامج اللي في صدد الدراسه اللي كانت داير 3500 درهم لكل كامل هذا بالنسبه للاصالات الفرديه دونك فقط 3500 وتقدر يكون 6,000 هذا بالنسبه للاصالات الفرديه وكاين ضروري اللي في الحقيقه غادي يكون فيها حافية الروم ديالكم وغادي يكون فيها مساحة ديال الانسان. وشكرا شكرا السيد الشراكة والعلاقة بين مجالس الجهات الله يجزيك بخير كيسوقوا خرج من الرئيس. مرحبا بكم كما السيد الرئيس خصنا نمشي للقلب إلى القلب هذيك هذه القضية ديال العلاقة بين مجالس الجهات وهذه المؤسسات الجهوية تاع الماء الصرف الشرب ربما خصك تنمى العلاقة خصك ربما تحسن أكثر بحال الشاكلة الموجودة في الدول الغربية الأوروبية وغيرها بحيث ممكن تكون عندنا شي شركة تاع التنمية اللي فيها داخلة مجلس الجهة وداخلة فيها المكاتب الجهوية لتزويد الماء الصرف الشرب هذا الموضوع تاع الماء كل المرافق ديالو وكل التوجهات ديالو في الحقيقة تكون واحد بحال واحد ويفيد هذا الديان الهدف من هذا الشيء كله وهو انه هذا الانباري وحفاظ على الماء ومزيع الماء هذه لغيرك بصفه عامه. فيما يخص هذا المشروع كما قلت لك احمد الدولي هذا كما قال جابش على الضواوير والعدد تاع السكينه مع الاسف بعض رؤساء الجماعات ماشي كلشي بعض رؤساء الجماعات مع الاسف الشديد داروا بعض النقصات على حساب الهوى ديالهم على حساب حسابات سياسويه انتخابويه بحيث انه وفر على مجال التوزيع تاع الماء ما كانش ما بتقول كيف خصو كان يكون. انا نضيف هذا اتفاقيه الاطار وانا من السيد الوالي حاضر معنا كنظن بانه هو اللي حصل هذا الشيء ما كرهناش انه الدور اللي محتاجها ولا الناس اللي محتاجين فعلا حسب الاولويات انهم هما اللي خصهم باقي وصلهم هذا الشيء تاع الماء. ما بغيناش تكون في الماء في موضوع الماء ولا في موضوع الكهرباء ولا في اي موضوع تكون حسابات ضيقه بحال هذاك الشيء اللي سجلنا في المراحل السابقه في دعم الاعمال. وازاحه المياه للجميع اعطوا الاحتياجات غير انتباه المجلس الجهوي بالنسبه للاتفاقيه كنا تفضلنا إدراج الجماعات المستفيدة في اللجنة كذلك نمشي نفس الطرح اللي قالوا سي عزيز قرش بالنسبة للمشاريع التي تفضل نلاحظ أن التزامات الجماعة الساكنة 3500 درهم لكل كامل فقط بين الموضع يعني كل فرد أو كل منزل
المساهمة المالية ديالي حيت من كان تلقاو مع الساكنة كيقول لي حنا ما عندناش المبلغ المالي باش ندفعو حتى هذا الدعم هذا، لأن كما كان نعرفو كاملين أن المناطق القروية عندنا تجي مؤقتة. كذلك كنلاحظ تكرار لجنة الجهة وكل برنامج تخص فورك المجالية والاجتماعية، لكن ممكن نعرفو باش تكون هذه اللجنة. وشكرا. من المسؤولين في هذه الحركة التي تقوم بها الأمم إن هذا لا يعني أن نحن هذا الشيء أو بل يوجدوه بل يفيدوه على هذا راسا يحييوه ويستشجعوه باش يكونوا في الواجب ديالهم. وبالنسبة لهذا بالنسبة للاتفاقية أنا يبدو لي سبق لنا وقعوا اتفاقية في المجلس الإقليمي لجدة المنطقة هي الجماعة حركة الجماعة القروية مع المواطنين تبين بالملموس، يعني باش ما هذا مشينا بالبشر.
الجنينة وشفتها من النص بأنه كيف الشرق الحدودي كاين النواب اللي بيديو المشاريع المشاريع الدولة الممتلكات ديالهم الملكيات ديالهم الضيعات ديالهم نفس الشيء من جيت الطرف هنا لأن هذا الموضوع المفروض أننا نكون نتابعه ب يعني نواكبه بال يعني بالرعاية اللازمة حتى ننصف المحرومين في هذا المجال لأن الماء إلا الماء يمكنش كما نحرموا منه شيء ونديروا له سجن يكون واحد يكون عنده ديجا ما يكفي سائقة وبالتالي
يعني هنا وكذلك الجماعات اللي في الحقيقه في الجماعات خاصها تحسيس، لان كاين جماعات اللي رائده عندها هذا المشروع اطلاقا ما عندهاش الدرايه او كتهتمش، لان بعض المرات كيعلم الاهتمام بالمواطن بشكل لهذه الضفيه ديالنا خاصها تعطى لها الاولويه وشكرا. ولكن هذا راه اشكال كبير
الاتفاقية تهدر باش يخلص لها الخمس ديال الدراهم، ما نهدروش باش يخلص الجهة. هذا هو الحس التضامني اللي صدرجوا الاتفاقية اللي حنا يعني نتحملوا هذوك المصاريف ديال الوصول للجهة. خص الجهة إلا كان نهضروا على الهشاشة وحركة الهشاشة في العالم القروي، راه هي نديروا الدوير، راه الكهرباء جاية جيدة، راه نفس التوجه تماما في المجال الكهربائي. إذا ما كنتش عارف فيك السي الرئيس اللائحة ديال الجماعات على مستوى الأبناء كامل راه عندها في مستقبل، لا يعني شكرا لله. هذا هو المعزية بالنسبة للعالمية بالنسبة للمواطن. لذلك السي الرئيس أنا بالاطلاع على هذه الاتفاقية تبين بأن هناك جماعات غالبة، وهناك واحد الدول اللي صافي هو محمد خان المجلس كيقولوا لنا المجلس كيخدم حتى لا ما لا لا ومنهم واحد الجماعة تاع مشرح النادي، جماعة مشرح النادي في التوقيت كيظهر لي في علاش هذا لقيت لها خمسة ديال الجماعات ولكن هي غاتبة فيناش والناس ديالها كاينين يعني راهم غادي يمشيو ولا الطريق كيقول لك حيت الفابو يعطونا غير حاجة يا الماء يا الطوب يا الطريق. الله يجازيكم بخير سيدي العطيس. سيدي دابا دوز مع الجماعة جماعة مشرح النادي دوار سيدي بن عباس. شكرا. سكرات بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الرئيس الديوان الإخوان الأعضاء والقوات. حقيقة في الشهر اليوني صبي وكلنا في حياة 17. لكي يبان لنا الشهر اليوني أنني أتكلم عن التكريم اللي رضى فيها التكريم على أكثر من 6 أيام كان في وجودة وفي فمعنى إذا كان في وجودة متساوي. فهنا السيد الرئيس في الصلاة نشوفوا مونتاج الشهر الكيوتي اللي هي من ايش حتى وعدت حتى تاسيس هذه المنطقه هذه كلها مواطير تاتيش في الجبهه الثاني الجبهه في مكان لا ترجع والفقر والهشاشه كاين ونزيدوا ثاني نزيدوا هذا الماء. اذا الله يخليكم هذه المساله هذه خصنا نستقروها وخص الاتفاقية ضروري تدخلوا فيها في الفي اي ستة الأقاليم تدخلوا زوج الأقاليم لا تدخلوا جوج دار عندنا تبع القرى الكبيرة ومدينة مولون مكونة في الحياة وفي الفي حتى هو خص مدى الحياة جوج الأقاليم ولهذا كنطلبوا من المجلس يستر ويدخل هذا الإقليم وخص يكون واحد الإحصاء ديال هذوك الدواوير ديال الشارع الحدودي اللي كيعاني يمكن اللول اللي كيعرف هذا الحكم هو اللي يمكن هذه مسألة كاع متفاهمين عليها ولكن مع الأسف ما كنديروش فيها في المجال تاع أحد الإخوة. وثانيا إذا ما قدرناش نوصلوا الدواوير الكهرباء قدو البديل في المجال تاع أحد الإخوة وهو نديروا بلاك سولير. بلاك سولير كاين جهة مشهورة ترفع الكهرباء وكتخلصها كاع الراس ديال الجهة ومنعها وهنا وحنا غادي نزيدو في هذا البرنامج هذا باش يعني انتشر هذه الطاقة الشمسية في المناطق البعيدة عن الكهرباء وشكرا. ولكن كاين زعما غادي يبقى هذاك النقص معناه غادي يكون هذاك التغطية 100%. أما بالنسبة لإقليم في الجيل هناك برنامج لأن هاد لي بلاك سولير ما كيدخلوش عند المديرية الجهوية ديال المكتب الوطني للكهرباء. كاين برنامج ديال هاد الفوارق المجالية اللي كاين العمالة تقريبا أكثر من يعني عندها واحد الصفقة اللي غادي يستافدوا أكثر من 3000 كانون وكذلك مجلس الجهة في إطار الشريط الحدودي اللي غادي تستافد منه جماعات ديال الشريط الحدودي تقريبا كاين 1000 مستفيد يعني إخلاف غير مقصي ولكن غير معني بهذه الاتفاقية لأن هذه الاتفاقية كتم أكثر من هذا الناس تاع الإقليم تاع بلدي الناس تاع الجنوب ديال اقليم زرادة ما بقاوش يدخلوا الكهرباء يعني الربط كيكون كان حتى الطاقة لهذا هو السبب زعما دفاعا على الاخوان تاعهم ماشي سهل ولا نساو يعني كاينين برامج نمر الى بعض مشروع اتفاقي الاعتبار التعديلات التي قمت بهم في اللجنة الموافقة الصفوف لجد المستثمر شكرا. هذا علاقة لا حاجه نختاروا مع البلاي وسط بل على الاسم ديالك كان كاين شي اللي يجي كاين تنزيل والبلاي وسط تنزيل تاعي تاعي حقوقها القضيه ديال
بالنسبه للشروط الاساسيه اللي كان عندهم الاستاذ الاساسي هي النقطه الخامسه والنقطه الاولى انجاز المخطط المديري الجانبيه اللي غادي يعطينا نقطه القوه ونقطه التقطع. القضيه ديال المتدين المغاربي والمتوسطي غادي في اطار المتدين الافريقي. بالنسبه للعجله الفنيه والمجالات الدراسه غادي تحددها في مجال الارتوفير تشخيص. ثم غادي نمشي للتشخيص ديال التشخيص باسكو التشخيص متوفر ومتوفر بكثره دراسه كنا كنقولوا ولكن غادي واحد الدراسه ديال التشخيص الوقت ديال العرض الترابي. اخر نقطه هي اليه التسويق والمحاور العامه والمجالات كما قال الحاج الحسوبي هي الدراسه التي تحدد لنا لابوكاس التريتوريال للهويه المجاليه والشعوب. طلب من السيد والي مروه متشفى فيدي. تفضل السيد رئيس اللجنه. شكرا السيد. ماذا بدا؟ هل يكون عندك كميه؟ اذا ما نفرش انا فاش. بنظام الاستثمار غادي نديرها لك للجوده ديالنا لتكبير من النظر. لتكبير من النظر باش حتى بالنسبه للمستثمرين الاخرين وحتى الكلام ما غادي يكون حتى شي كلام ما تجيش معايا وفرات تخرج السبيريتي على هذا هو النقطة ماشي باغي نبطلو ولكن إذا ما درتوش عطينا شوية جملة من النقطة هذا باش نزيدو هذا الجملة غنكتبوها شنو هي باش تسوى أنا باش نسوى شنو هي الجملة كيكون في إطار الاتفاق باش الجمعية باش الجمعية تخلص البواخر اللي دافعها شركة ديال البواخر اللي كتجيب من الله ربما بهذه الدراسه هذه ساهموا في 12 سوق اسبوعي ونقدروا نمشيو نمولوا
كيف الماليه اللي خاصها تكلف ديال الجامعه الفوارية، طيب انا ممكن نشوفوا كيف يتجاوز لها، ولكن خاص نقول اللهم وزاره الداخليه وما جهات اخرى اللي تفكر كاين جماعه اللي عارفين مستحيل انها تعبى الاموال باش تعبي كتير جميع، اذا شنو هو الحل نخليهم بلا اسباب ولا ما تتهمش هذا الاسباب، اذا خاصنا نديروا واحد اعاده النظافه هذا الشيء تراجعت مدخولات الدولة سنة 2016 الدولة تنص الاعتمادات المتفقين 3.53 مليون درهم 2017 تنص 92.38 2018 تنص 82.38 2019 تنص 76.44 هو ما كيعطي واحد الخطا ديال 3 مليون درهم كل سنة طبيعة الحال في نهاية السنة كيكون عندنا خصائص مالي ما تم تحصيلهم وما تم انفاقهم كنبداو واحد الشويه النفقات الداخليه الموارد الداخليه كنبداو شويه بإلا ولكن كاين واحد الخصائص لما الدوله تلتزم 100% ما هذا الشيء بسكان كموارد